بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الثاني، وقد عنون المؤلف رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عنون لهذا الفصل وجعل ترجمته في تعظيم السلف لرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة بأنواعها الثلاث، الحديث والفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وتقريراته وإقراره لما يراه مما يجري لدى الصحابة فيقره ولا يعترض عليه. هذه السنة المباركة تعتبر بعد القرآن الكريم أصلا من أصول هذا الدين، لا يمكن إغفاله وتجاهله، فينبغي أن يكون المسلم عمله وفق ما أمر به الله سبحانه وتعالى وأقره في كتابه، وما حدث به نبيه صلى الله عليه وسلم وفعله وأقره مما يراه يجري على يدي أصحابه رضوان الله عليهم. وهذان الوحيان الآمران بأحكام الله سبحانه وتعالى خلال الأربعين سنة الماضية، كما يعلم كل منا، كان طغية هذه البلاد يسعى إلى أن يدق إسفينا كما يقولون بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من جهة يدعي الاهتمام بكتاب الله وتحفيظه وتلقينه لطلبة القرآن، ومن جهة أخرى يتخذ أتفه الأسباب للاعتراض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن فيه ورده. ولا شك أن كل مسلم سمع مقالاته المتعددة ورأى مواقفه المتنوعة في الظروف والأحوال المختلفة، لا يخفى عليه إنما هو طعن في الدين مع ادعاء الاهتمام به وإعلاء شأنه. والآن نرى في هذا الفصل المنزلة العظمى لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أسلافنا وعند أئمتنا العظام الذين شادوا لنا أحكام هذا الدين وبينوا مسائله من خلال مدارستهم وحفظهم لكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسوف نرى حينما نسمع ما ذكره المؤلف وساقه وأورده في هذا الفصل، نسمع العجب العجاب من شدة محبتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنها وحفظها وإكبارها وإجلالها. يقول المؤلف رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثنا الحسين بن محمد الحافظ. الحسين بن محمد الحافظ هو ابن سكرة، أحد الشيوخ الكبار للقاضي عياض رحمه الله، وهو شهيد معركة قتنذة في بلاد الأندلس، استشهد فيها عام 514. نعم. أبو الفضل بن خيرون هو أحمد بن خيرون. نعم. أبو بكر البرقاني هو أحمد بن محمد الشافعي الذي يلقب بشيخ بغداد وأحد أعلامها، المتوفى عام 425، روى عنه البيهقي وغيره. أبو الحسن الدارقطني هو أبو الحسن علي بن عمر صاحب السنن، المتوفى عام 385، ولد بمحلة دار القطن ببغداد، وهو أول من قسم مباحث القراءات إلى أصول وفرش، وذلك أن أهل القرآن وعلماء القراءات كانوا إذا تكلموا وكتبوا في القراءات كانوا يريدون مسائلها متابعة لسور القرآن من أوله إلى آخره، والنص على ما يختلف فيه الأئمة من الأصول التي يتبعونها في مثل الإدغام وتسهيل الهمز وتحقيقها ونحو هذا من الأصول المعروفة في القراءات. ثم إن الدارقطني رحمه الله قسم مباحث القراءات إلى قسمين، قسم في الأصول وهي الأحكام المضطردة عند كل قاري في مسائل لا تختلف عنده في قراءته إلا ربما في مواضع يبينها ويذكرها، ثم يتحدث في القسم الثاني عن فرش الحروف وهي الاختلاف في بعض الكلمات المقروءة في القرآن الكريم سورة سورة، يبينها صاحب الكتاب. فكان الدارقطني رحمه الله أول من قسم هذا التقسيم، وقد قصد مصر وفيها ساعد وزير كافور الإخشيدي في إعداد مسنده وتكميله، ثم عاد إلى بغداد وبها توفي رحمه الله. نعم. حدثنا علي بن مبشر. علي بن مبشر ابن إسماعيل الكلبي ثقة. حدثنا أحمد بن سنان القطان. هو أبو جعفر الواسطي حافظ ثقة إمام أهل زمانه، توفي عام 258. حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون هو أبو خالد السلمي الواسطي العابد. حدثنا المسعودي. قال المديني رحمه الله، قال ابن المديني رحمه الله: ما رأيت أحفظ منه، أي أحفظ من يزيد ابن هارون، أخرج له الستة، وتوفي عام 206. حدثنا المسعودي عن مسلم البطين. المسعودي نسبة إلى جد أبيه الصحابي عبد الله بن مسعود، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود، ثقة كثير الحديث، روى عنه كثيرون،
توفي عام 160، وروى عنه ابن المبارك ووكيع. نعم. عن عمر بن ميمون. ومسلم البطين هو أبو عبد الله مسلم ابن عمر ابن عمران الأزدي، واتقه أحمد وأخرج له أصحاب السنن الستة. وعمر بن ميمون عابد تابعي أزدي ثقة، توفي عام 174، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، ولهذا لم يعد في الصحابة، وكان كثير الحج والعبادة. نعم. عن عامر بن ميمون قال: اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفت إلى ابن مسعود أي ترددت عليه. نعم. إلا أنه حدث يوما فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علاه كرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته. يتحدر العرق عن جبهته أي ينزل. ثم قال: هكذا إن شاء الله، أو فوق ذا، أو ما دون ذا، أو ما هو قريب من ذا. فوق ذا أو دون ذا يريد أنه يزيد أو ينقص على ما قاله هو، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد قليلا أو ينقص عما رواه عنه، مخافة أن يكون قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية: فتربد وجهه. تربد أي تغير وجهه. وفي رواية: وقد تغرغرت عيناه وانتفخت أوداجه. تغرغرت عيناه، امتلأت بالدموع، والأصل هو امتلاء الفم بالماء، وترديده في آخر وأقصى الفم هو ما يعرف بالغرغرة، التي تعد مظهرا لحرف الغين في اللغة العربية. نعم. وقال إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة: مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه وقال: إني لم أجد موضعا أجلس فيه فكرهت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة أخرج له الترمذي وروى عن مالك. وفي هذه الرواية يبين لنا مدى تقدير إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينما مر بالمجلس ورأى الشيخ يحدث وسمعه وقد اكتظ المجلس من جميع جوانبه ولم يجد له مجلسا يدون فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسمعه، مر ولم يتابع الدرس مخافة أن يعد نقله لحديث الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف تعاليا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم اكتراث بإكباره وإجلاله. نعم. قال مالك: جاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن حديث وهو مضجع فجلس وحدثه، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعنى. فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. ابن المسيب رحمه الله كان مضطجعا، وربما كان اضطجاعه بسبب مرض، وحينما جاءه من يريد أن يسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى في مجلسه وأخذ يجيب السائل،
فتعطفا من السائل عليه أخبره أنه ود أن لو لم يتعنى هذا العناء، أي لم يهتم هذا الاهتمام ويتعب نفسه هذا التعب بأن يقوم من مجلسه، ولكن ابن المسيب بين له أنه يكبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعبه هذا وجلسته وقيامه مع مرضه أو مع ما كان عليه من الاضطجاع لا يمنعه من أن يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس ومهتم بهذه الرواية كأشد ما يكون الاهتمام. والفعل واسم الفاعل مضطجع من الفعل اضطجع، وأصله الثلاثي ضجع، الضاد والجيم والعين، واضطجع بالضاد ثم طاء، إنما هو على وزن افتعل، فمن ضجع الثلاثي يشتق الفعل الخماسي على وزن افتعل فيقال اضطجع، كما يقال اضطر في الاضطرار، ويقال اضطرب في الاضطراب والحركة، ويقال اضطلع في القيام بالمهمة كأحسن ما يكون القيام. فتاء الافتعال حينما جاءت بعد الضاد أبدلت طاء، وهذا شأنها حينما تلي حروف الإطباق الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء تبدل تاء، فهي جاءت بعد الضاد وهو حرف مطبق فأبدلت طاء. وهل تدغم الضاد في الطاء؟ لا تدغم الضاد، لا تدغم في الطاء، كما لا تدغم في أفضتم في القرآن الكريم التاء التي ظلت تاء ولم تبدل، لأنها من الفعل الرباعي وليست من افتعل الخماسي، ولا تبدل أيضا في اضطلع بالمهمة أي قام بها أحسن القيام. وهنا يرد عندنا سؤال، فماذا عن الفعل طلع إذا اشتققنا منه فعلا خماسيا على وزن افتعل؟ فإننا نقول في العربية اطلع، فهو أصله اط بالطاء ثم بعدها تاء الافتعال، وردت وجاءت بعد الطاء تبدل طاء، فيتوالى طاءان، الطاء الأولى التي هي من طلع والطاء الثانية التي هي أصلها تاء الافتعال أبدلت طاء، فيتوالى مثلان طاء في إثر طاء، هنا يدغمان، يدغمان في بعضهما وتكتب طاء واحدة مشددة اطلع. فبين اطلع من الاطلاع وهو النظر، وبين الاضطلاع القيام بالمهمة والاضطرار، وهنا عندنا الاضطجاع، فرق بين ينبغي أن يكون طالب العلم على دراية به. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وروي عن محمد بن سيرين أنه قد يكون يضحك فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع. خشع أي استكان واطمأن وتغير حاله من حال السرور
والضحك والانبساط إلى حال الاهتمام بما يرويه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يلقى إليه ممن يسأله. وهذا فيه إجلال وإكبار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينبغي أن نؤدب عليه أولادنا وطلابنا حينما نعلمهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سماعه بكل حواسهم وعدم الانصراف أثناء التحديث بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدوينه باهتمام ومراجعته وحفظه وإلقائه على سمع المدرس أو المدرسة، بحيث يكون تم اهتمام وليس مجرد كلام يقال كما يحكى كلام البشر. نعم. وقال أبو مصعب: كان مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء إجلالا له. أبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر الزهري العوفي، قاضي المدينة، ثقة حجة، وحديثه وروايته عن الإمام مالك من أنه كان لا يحدث إلا وهو على وضوء وطهارة، هذا هو ما عرف به إمام دار الهجرة رضي الله عنه. نعم. وحكى مالك ذلك عن جعفر بن محمد. فعمل الإمام مالك رضي الله عنه ليس اختراعا من عنده، وإنما هو موافقة لما رأى عليه أهل العلم ممن تقدموه من أهل العلم الذين تلقوا ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضورهم لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يبين أنه وعى ذلك عن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك بن أنس إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وتهيأ ولبس ثيابه ثم يحدث. مصعب بن عبد الله هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، وروايته عن الإمام مالك في تحديثه عليه الصلاة والسلام أنه ليس في تحديثه يجدد وضوءه ويستعد لذلك بالوضوء، وإنما أيضا يهتم بذلك في ملبسه، فهو يلبس أجمل وأجود وأنظف ما عنده من الثياب، لا يجلس للتحديث في بذلة العمل. فكثير من الناس يكون له حينما يستقر في بيته في وقت راحته يكون له لباس العمل داخل البيت من إصلاح شأن شيء أو القيام بعمل، ويلزم لباسه ذاك أحواله حال استقراره في البيت. فإمام دار الهجرة إذا ما أراد التحديث في بيته أو خارجه تعنى لذلك وتطهر ولبس أجود لباسه احتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له. نعم. قال مصعب: فسئل عن ذلك فقال: إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبر به من سأله عن ذلك مستعظما لماذا يفعل هذا، قال له: إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يعلم المرء حينما يسمع مثل هذه المقالة أن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
معنى ووزنا كبيرا في نفس إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. كيف لا وهو الإمام الذي تضرب إليه آباط الإبل وتشد إليه الرحال، وأمضى جمعه أمضى في جمعه للموطأ 40 سنة يجمع حديثه وينقحها ويدونها، وقال لبعض طلابه من أنهم تلقوه عنه في 40 يوما. فهذا الإمام الكبير صاحب المنزلة العالية لغرو أن تضرب إليه آباط الإبل ويشد الرحال من أقاصي الدنيا من الأندلس ومن بلاد المغرب ومن بلادنا هذه ومن السودان ومن شرق الأرض ومغاربها لتلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. قال مطرف. مطرف هو ابن أخت الإمام مالك كما تقدم معنا، وهو مطرف بن عبد الله ابن مطرف بن سليمان المتوفى عام 220. نعم. كان إذا أتى الناس مالكا خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم، وإن قالوا الحديث دخل مغتسله واغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ولبس ساجه وتعمم ووضع على رأسه رداءه وتلقى له منصة، فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا له من موقف عظيم ينم على التقدير الكبير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمام دار الهجرة رحمه الله، الذي يفعل كل هذه الأفعال ويقوم بهذه الأعمال ويتعنى هذا العناء إعظاما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إذا جاء طلبة العلم يطرقون بابه كما حدث مطرف من أخته، تخرج الجارية لتسألهم عما يريدون من الإمام، أيريدون المسائل والمراد بها الفقه وأحكام الشرع؟ فإنه عندئذ يخرج إليهم ويجلس إليهم ويتكلم معهم، فمنهم من كان يريد أن يستفتي، ومنهم من كان يريد أن يناقش في مسألة فقهية تلتبس عليه، ومنهم من يريد أن يعلم حكما سمع به ولا دراية له، أو يريد أن يؤصل مسألة ورأيا لإمام دار الهجرة فيها. وإذا كان السائلون إنما جاءوا للحديث فإنه يغتسل ويتطهر ويتطيب ويلبس أجمل وأجود ثيابه ويتعمم ويضع الساج، وهو لفظ أعجمي الأصل، هو المسمى الطيلسان أيضا، وهو بمنزلة البرنس عندنا، فالبرانس التي تشتمل على غطاء الرأس هذه الطيلسانات تشبهها، ويغطي رأسه مع ذلك على عادة كرام العرب ورجالاتها. ولا يكتفي بهذا بل تجعل له منصة، والمنصة هي بمنزلة الكرسي أو السرير يجلس عليه، وسميت منصة من نصصته أي رفعته، فالفعل نص الشيء أي رفعه.
والمنصة في استعمالنا اليوم معروفة، الاحتفالات كلها توضع فيها المنصات ليصعد عليها ويجلس عليها كبار رجال الدولة والمتحدثون المخاطبين للناس. فإمام دار الهجرة رضي الله عنه كان يجلس على منصة مرتفعا على الناس ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاضرين جميعا ويفهمهم، فإنه كان من اهتمامه ليس مجرد سرد الحديث وإلقائه على مسامع الناس، بل وتفهيمهم إياه، معرفتهم وتبصيرهم بما يدل عليه الحديث وما يحتويه من فقه. نعم. قال غيره: ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. غيره غير مطرف، وهذا فيه بيان للفرق بين تدريسه، حال تدريسه للحديث وحال تدريسه للعلوم الأخرى. فإنه كان رضي الله عنه يكبر الحديث أيما إكبار، وفي ذلك تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن أبي أويس. ابن أبي أويس هو إسماعيل بن عبد الله المتوفى عام 226 أو 227 على خلاف بين أهل العلم، ومرد هذا الخلاف كما تبين في المجلس السابق من أن بعض المؤرخين يعدون السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول إلى المدينة أول سنة من الهجرة، ومنهم من يعد السنة من أول العام التالي لوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وابن أبي أويس هو زوج ابنة الإمام مالك، لازم مالكا 21 سنة، وروى عن مالك وعن أبيه وغيرهما، وعنه روى الشيخان: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال ابن أبي ويس: فقيل لمالك في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا، يعني مستويا وجالسا ومستريحا ويلقي الحديث بكل وضوح ويسمع الحاضرين ويكرره ويبين ألفاظه ويشرح معانيه ويبين ما يدل عليه من الأحكام، لأنه كما قال الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فمن كان عجلانا في أخذه للعلم أو في عمل شيء ما قد تفوته أشياء يغفل عنها، فلا يحسن نقل العلم أو صنع شيء وعمله. لكن إذا كان متأنياً متأملاً في كل عمل يفعله فإنه لا شك يتقنه ويرتب ما يجب ترتيبه من الأعمال في إثر بعضها. وهذا واضح حتى في حال عباداتنا، فإذا كان الإنسان يؤدي صلاته بخشوع وبتأن فإنه يحكم أركانها، القراءة فيها ركوعها وسجودها والجلوس والقيام
في كل ركعاتها، فإذا ما كان مستعجلا في ذهنه أفعال أخرى كثيرة يفكر فيها فإنه ينقرها نقر الديوك، وهذه صلاة لا تصح ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. فما أحوج المسلم إلى أن يتصرف التصرف الهادي القائم على التأمل في أفعاله وأقواله. أما الطيش فإنه والخفة لا يؤديان إلا إلى الزلل وعدم الإتقان والإجادة. نعم. قال: وكان يكره أن يحدث في الطريق أهو قائم أو مستعجل. وقال: أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل هذه العبارة التي تنقل عن إمام دار الهجرة رضي الله عنه من أنه يحب أن يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرح ويوضح، وكلما أعاد الحديث كلما تمكن مع فهم معناه تمكن الطلاب من حفظه ونقله نقلا صحيحا، بخلاف ما نرى بعض أهل العلم من الخطباء والوعاظ يسرعون في إلقاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دونما اهتمام بمن حدث بهذا الحديث ومن الذي أثبته وأخرجه في كتبه من المحدثين. فهذه أفعال لازمة لكل صاحب علم أن يتقن ويجيد نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يلجأ بعض الناس إلى رواية الحديث بالمعنى تساهلا، وهذا جائز في بعض الأحاديث خصوصا إذا كان الحديث طويلا وفيه مسائل متشعبة ولا يسهل على من يلقيه حفظه، لكن أحيانا يكون الحديث من جوامع الكلم أو يكون الحديث من الأدعية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب إجادة نقلها وإلقائها وإسماعها للناس وتفهيمهم إياها. نعم. قال ضرار بن مرة: كانوا يكرهون أن يحدثوا بحديث على غير وضوء ونحوه على قتادة. ضرار بن مرة هو أبو سنان الشيباني من العباد الثقات، أخرج له الستة. نعم. ونحوه عن قتادة. وكان الأعمش إذا حدث وهو على غير وضوء تيمم. الأعمش هو سليمان بن مهران المتوفى عام 148، كما جاء في هذه الرواية عنه أنه إذا حدث ولم يكن متوضئا تيمم من أجل إكبار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلقيه إلا على طهارة تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة. نعم. وكان قتادة لا يحدث إلا على طهارة ولا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. قال عبد الله بن المبارك: كنت عند مالك وهو يحدثنا فلدغته عقرب 16 مرة وهو يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن المبارك هو حافظ يلقب بشيخ الإسلام، أمضى حياته حاجا ومجاهدا وتاجرا، كان يرتزق من التجارة ويجاهد في سبيل الله ويحج كل عام،
وهو أول من ألف في الجهاد، توفي عام 181. نعم. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس عنه قلت له: يا أبا عبد الله، لقد رأيت اليوم منك عجبا. قال: نعم، لدغتني عقرب 16 مرة وأنا صابر في جميع ذلك، وإنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم به من موقف يتخذه إمام دار الهجرة رحمه الله، وهو ما لا يطيقه كثير منا، أن يجلس للتحديث وتلدغه عقرب وهو يحس بهذا ولا يلتفت إلى ما وقع له، ويظل يحدث وهي تعيد سوء صنيعها به المرة بعد الأخرى 16 مرة. إنه صبر لا يقدر عليه كثير من الناس، ولكن رجلا بمنزلة إمام دار الهجرة رحمه الله احتمل ذلك، حتى كان عبد الله بن المبارك الذي كان يحضر مجلسه ويبصر ما يقع له من الألم على وجهه وهو يلقي الحديث على السامعين، يسأله بعد أن قام الحاضرون من المجلس فيبين له ما حدث له وما احتمله من الأذى في ذاك المجلس، ولم يبادر هو إلى إخبار أحد حتى سئل عن ذلك. فهو صبر واحتمال واحتساب محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكرم بإمام دار الهجرة رحمه الله الذي يعلمنا درسا عظيما، يعلم طلبة العلم درسا عظيما في إكبار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في إلقاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من هذا الإكبار والإجلال الذي يميز به الله سبحانه وتعالى أهل العلم ويظهر صنيعهم هذا قوة الارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم في روايتهم لحديثه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن مهدي: مشيت يوما مع مالك إلى العقيق فسألته عن حديث فانتهرني. ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي من الحفاظ، متوفى عام 198. والعقيق واد بالمدينة به بئر رومة، أحد إحدى آبار المدينة. وقد سأل ابن مهدي هذا الحافظ إمام دار الهجرة في طريقهما إلى العقيق، محاولة منه للانتفاع في هذا السير مع إمام دار الهجرة، ولم يكن في حسبانه أن يخالفه الإمام في ذلك ويمنعه من مدرسة الحديث وهما ماشيان، فإذا به يفاجأ بأنه ينتهره ويعلمه بأنه هذا ليس من شأنه رحمه الله أن يحدث
وهو ماش. نعم. وقال لي: كنت في عيني أجل من أن تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث وهو قائم فأمر بحبسه، فقيل له: إنه قاضي. قال القاضي: أحق من أؤدب. جرير بن عبد الحميد القاضي الضبي الثقة، روى عنه البخاري وغيره من أصحاب الكتب الستة، متوفى عام 188. سأل إمام دار الهجرة فإذا به يأمر بأن يؤدب، فقيل له إكبارا لكونه قاضيا إنه قاض، قال: إنه أحق أن أؤدب، أن أؤدبه أو أن يؤدب من طرف من كانوا مع إمام دار هجرة رحمه الله من أناس يتخذهم بمنزلة الشرطة، يأمرهم بضرب من يرى أنه قد استهان بمجلس العلم أو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللقاضي منزلة عالية في المسلمين، منزلة عالية بين المسلمين في الإسلام، ولكن كونه قاضيا لم يمنع الإمام رحمه الله من أن يدعو إلى تأديبه. نعم. وذكر أن هشام بن الغازي سأل مالكا عن حديث وهو واقف فضربه 20 صوتا ثم أشفق عليه فحدثه 20 حديثا، فقال هشام: وددت لو زادني سياطا ويزيدني حديثا. هشام الغازي أو ابن هشام الغازي المذكور في هذا الخبر تابعي، مات قبل مالك ولم يروي عنه هذه الحكاية، وإنما الذي رواها هو هشام بن عمار خطيب دمشق، فكأن الكاتب وقع له تحريف في الكتابة، أو من قرأ الخبر أخطأ في قراءته فحرف بعض حروفه، فعمار قرأها أو كتبها الغازي، فهو إنما هشام ابن عمار. والخبر يدل على تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرف الإمام مالك، وفيه أيضا إشفاق على طلبته، فإنه حينما ضربه 20 صوتا أشفق عليه وحدثه 20 حديثا، وهذا التحديث انتفع به المضروب ولا شك، حتى إنه تمنى أن لو زاده سياطا وزاده تحديثا. نعم. عبد الله بن صالح الجهني هو أبو صالح، عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث بن سعد. نعم. كان مالك والليث لا يكتبان الحديث إلا وهما طاهران. الإمام مالك معلوم هو إمام دار الهجرة، والليث بن سعد هو فقيه مصر، وكانت له علاقة قوية بالإمام مالك، وكان يغدق عليه من واسع الرزق الذي آتاه الله إياه، ويرسل إليه المال إكراما له، و
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما جاء إلى المدينة فأرسل إليه إمام دار الهجرة شيئا من تمرها، فيرد إليه الإناء مملوءا بشيء من الدنانير، وكلاهما يعظم ولا شك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤديانه على طهارة وفي حال من تمكن في المجلس وعدم العجلة وبصورة فيها بيان شاف وتفهيم كاف لكل طلبة العلم الذين يروون الحديث. والليث بن سعد أو عبد الله بن صالح الجهني، هذا كاتبه، روى عنه ابن معين والبخاري، قيل ما رؤيا إلا يحدث أو يسبح. عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث بن سعد، ما رؤيا إلا يحدث أو يسبح. نعم. وكان قتادة يستحب ألا تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء، ولا يحدث إلا على طهارة. وكان الأعمش إذا أراد أن يحدث وهو على غير وضوء تيمم. انتهى الفصل. الرواية عن الأعمش سليمان بن مهران تقدمت في هذا الدرس في هذا الفصل، وختم بها المؤلف الفصل هنا، وهو أنه لا يدرس الحديث إلا ولا يحدث إلا على طهارة. وكأن القاضي عياض رحمه الله أراد أن يسوقها في آخر الفصل رواية عن قتادة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم.